بسم الله الرحمن الرحيم، متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم. الحلقة ديال اليوم، واحد السيد بوليسي، كان بوليسي ذاك الوقت، دابا مسكين ما عرفت باقي بالحياة والله يرحمه، كان بوليسي وكان مجوج واحد المرأة، وديك المرأة تزوجها شوية صغيرة عليه، ولما تزوجها صغيرة عليه ولد معاه واحد البنية، ولكن بويسكو هو كان شوية كبير في العمر، هذيك المرأة تولي صغير منه، كان شوية رد ليها البال وخايف عليها، خايف عليها لأن صغيرة منه زوينة، وكان رد معها البال بزاف. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ومرت شوية بالوسواس وبالشك، فين خرجتي فين جيتي فين كنتي شكون هضرتي شنو درتي شنو كذا، دخلوا الشك ولا دخلوا الشك ولا دخلوا الشك لواحد الحد اللي مثلا يمشي للخدمه ويرجع، يمشي للخدمه ولا انا غادي وما يمشيش، تكون واقفه مع شي وحده في الزنقه خصو يعرف شكون خيتي، مشيت مع ديك خيتي لدارهم، دخلوا الشك في ديك مراته، دخلوا الشك وبداتي دخل معاه في مشاكل، دخل معاه في واحد المشاكل، ديك المراقبه ديالو بسلبيها بزاف، دخل معاه في مشاكل وبقات يسد عليها وما تخرجيش بلا بيا وما تسخريش هاي وداك هذا وشي واحد تيكون واقف هنا في الدرب ما تحوليش ترجم ما كذا ما كذا، هاد الشيء بقى اليوم غدا اليوم غدا. ديك السيده وهي تنفجر واحد الوقت قالت لي صافي يا سيدي اعطيني براتي، صافي الله يعاوني عنك، اعطيني براتي اعطيني براتي نمشي بحالاتي، ما بقاش مفاهمين. قال لي ما نعطيكش ما نعطيكش شي كذا كذا، قالت لي انا غنطلب براتي. قال لي انا طلبتي براتك تخلي لي بنتي، صلاه على النبي. سيدة مشات طلبت براتها، طلقت راسها، طلقت راسها واخذة البنت، خلات ليها البنت ومشات، بقى عايش هو ديك البنت ديالو وعندو توا عائلته، حط البنت عند العائلة ديالو، ولا تيمشي للخدمة ويجي يراقبها، يمشي للخدمة ويجي يشوف يشوفها شنو خصها، هذا كذا، والبنت باقا صغيرة كذا هذا هذا، ولات بحال بقات لي في حياته غير ديك البنت ديالو، ما بقى له في حياته، بقى راه ديها البال، وخا دار عائلته راه ديها البال في الدار، راه ديها وشكون اللي خاصم عليك شكون اللي ضربك اش قال لك كذا كذا، كل عشيه خص البنت تعطيها اش دوزات في النهار كامل، اش دارت واش دوزات واش دارت واش كلات واش شربات واش هذا واش هذا واش حط بنته عند عائلته ما تيقش حتى في العائله، تيقول بنتي غتكرسوا عليها وحيت صغيره وياك ما ضربها هذاك ما ضربها، يلقاها باكيه شكون اللي ضربك، قالت هذا تيبقى خاصم وهذا. واحد المره كان مع واحد صاحبه تيهضروا، داك صاحبو قال ليه شوف انت دابا طلقتي المراه وعندك البنت والبنت حاطه عند عائلتك ودارك دابا خليتيها خاويه وهذا وكذا وكذا، علاش ما نعطيكش واحد بنتي مطلقه، انا عندي بنتي مطلقه، بنتي مطلقه وما خاصها والو وخصك تشوفها وزينه الصلاه عندي ومثقفه وواعيه، علاش ما تاخذها شاي وهاد البنت باقا صغيره تربيها بين يديها، ولا جاب الله جاب شي تريكه هي راه غتولي اخوتها وتوكلوا على الله. جابوا وشاف ديك البنت واتفقوا وياه وتزوج البنت وجابها للدار عندو، لكن من جابها للدار بقى فيه داك الوسواس اللي كان ديال بنته فاش كان حاطها عند عائلته، بقى عاوتاني مع ديك المراه وخا ديك البنت صغيره ديالها بحال بنتها، ديما تيعزل البنت شعطاتك شنو كلاتك شنو درتي ما ضرباتكش شنو قالت لك شنو دات لك شنو كذا شنو كذا شنو كذا، وهادشي تكرر وهادشي تكرر 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 بزاف 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 بزاف. وديك ديك 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 المراه عاقت به وعيات من هادشي هذا، وتتقول لي يا ودي خلي هاد البنت تبقى بيناتنا، وبقات تسولها وراك بحال بنتي ولا ضربتها راه ضربتها على 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 مصلحتها ولا خاصمتها على مصلحتها، هو غير تتقيس هذيك المراه ولا تضربها ولا تخاصم عليها وساق الاخبار تيدير تينوض مظاهره في الدار، انا نهار الاول قلتي لي غتهلاي في بنتي وانا نهار الاول قلتي لي كذا كذا ما كنتيش تضربيها خليت تنجي انا خصني تنجي هذا، بقى غادي بهذه الطريقه حتى ولات ديك المراه عدوتها هي ديك البنت، ما بقاش تتحمل فيها الشعره ديك البنت ما بقاش تتحمل فيها الشعره. هاد السيده هادي لما طلقت هي كانت عندها بنت، عندها واحد البنت مع راجلها الاول
واحد المره اش قالت ليه؟ قالت لي نقول لك واحد القضيه، انا عندي بنتي وقلنا لك النهار الاول وبنتي عايشه مع دارنا، عمرها ما جبتها لك، وانا قلت لك انا بغيت تقرب لي وتجي حدايا. كنت عطيتي بنتك حتى نجيب بنتي. بنتي تاهي تقرا حدايا ونشوفها هي داخله خارجه، ما نبقاش حاطه عند خوتي وكذا وكذا وكذا، وسمعتي النهار الاول وقبلتي ودرتي وفعلتي وقلتي لي الله يعاونك ياك بنتك عند داركم وهذا وهذا. دخلوا في هذا المشكل وحلوه باتفاق. اتفقوا باش ديك بنتها اللي هي كبيره شويه عندها شي 14 عام جابتها تعيش معها في الدار. قالوا مزيان. ها البنت عايشه في الدار وتا هي غتقري هذه اللي غنحسبوها بنتها صغيره وتعلمها الحروف وتعلمها كذا، هي دريه صغيره. وغتعاون امها تما وتمشي الامور على هذا الشيء هذا. من المشاكل اللي كانوا عند ديك البنت عند المراه كانت امها ديما تجي عندها، ديما تجي ديما تجي ديما تجي ديما تجي ديما تجي. وامها دخلت في الشبوق ولات تهضر مع ذاك السيد تقول لها ودي ما تبقاش تحاسب على بنتك، وبنتك لا ضربتك بحال امها، ولا بنتك تاهي راه بسدات ولا الداسره، وانت راك تصرتيها بزاف، الباحه شنو دارت، الباحه شنو دارت، شنو دارت. دابا بقات الام مرته وامها تتشكاو من الدريه الصغيره. الدريه الصغيره نصرها هو نصرها حتى ولات عانيه بوها بزاف، عانيه به. انت دير شي حوايج غتجي تبكي عليه، غتجي تقول لي داروا ليا، دير في عايل تعلمات كيفاش تولي تشكي ولو وشايه كاذبه. بابا تخدم لي هادي، بابا قبيله ضربتني لطيفه، بابا ضربتني وقالت لي سيري له وعطاتها وكذا كذا. هو تاخذ داك الشيء محمل الجد وتبدا يدبس معهم، واش انت درتوا ليها؟ وهاد البنت خليك ما تقتلوها لي هنا وهكذا كذا. قلنا وهي تحيا واحد العداوه ما بين البنت، ديك البنت الصغيره ومرته. مرته ما بقاش تتحمل فيها الشعره، ما بقاش تتحمل فيها الشعره، ولات حتى هي بعض المرات تعزلها في الدار تعطي المقله تتسمكها وتضربها ما تدخلش فيها الاثار، وانت تجي تقول لها تتكذب، راها تتكذب، راها تتكذب، 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 ولا تنتقم منها وتخليها بالجوع وما تعطيهاش شي حاجه، وتحرش بنتها الصغيره عليها دقها وهم تيجي تنكرو راه بنتك حماقت، هاد البنية هاد البروشة ولات حمقى، البروشة تتغوت وتيغوت، البروشة تغوت وتيغوت. ديك السيدة صافي تعصبات، زاد هو قال لها أنا ما بغيت ولاد، أنا ما تولديش ليا، نقول لك ما هنا بارك عليك بنتك وبنتي ما نولدوش، صافي ما تولدي لي حتى حاجة معايا، أنا مخالك ما تولدي، صلت على النبي. ديك البنت الصغيرة ولات شغنقولوا بيناتهم كارثه، كارثه بيناتهم، الصداع نايض عليها والغوات نايض عليها والمدافزه نايض عليها ولات واحد العيشه كحله. هذيك السيده ولات مره مره تتعزل ديك البنت وتتبرد فيها تتبرد فيها غدينها كما تيقولوا، ما تترحمهاش حتى مهم تجي ما تترحمهاش. فين هي البرغوشه؟ عطي البرغوشه، دير البرغوشه، البنت خرجت تضربها. هو تيجي تي قديما المشكل، شو واش دار؟ راه حلت الباب، راه خرجت مشات حتى الدب تجري، تبعتها مشات جابتها، راه نسيت ديال الفلوس، مشات عند مول الحانوت ما عطاش حتى الفلوس، صغيره تتمد يد ديال مول الحانوت، جا مول الحانوت دق عليها قال لي هاتي البنت جايبه لي 1000 ريال زدتها، راه كذا كذا، قال مشاكل مشاكل. واحد من هذيك المراه شاف ذاك الراجل ما صادقش، وديك بنته ما صادقاش، وخمت واحد التخميمه عوجه، وفكرت غتقتل ديك البنت، غتقتلها. وبغات تقتلها والبنت صغيرة، والبنت ما عارفاش، والبنت مسكينة سبابها هو داك بوها، كون بوها دار في يد الله ويخلي ديك المرأة تربي الدرية وتربيها كي بغات، واخا تضربها واش كذا واخا كذا كذا، ما كاينش مشكل. وديك البنت نصرها ملي كان عند عائلته، خاص خرج عليها، خرج عليها، خرج عليها، ملي كان حطها ملي طلق أمها اللي ما بقاش تجي عندها، ما بقاش تتحملو، ومشى حطها عند عائلته، وعائلته توما بقى قابل ديك البنت عند عائلته وتتخاصم مع عائلته على ديك البنت. وجاب عند ديك المراه وناض صداع ولات حياتك هلا. وديك السيده فكرت قالت هذه نقلها والسلام. صافي ديريها ليها. واحد النهار خلاته مشى دي بلاصمون، مشى مسافر. وقال لها راني غادي نسافر ومشى. من فين راك تعرف البوش ديال سافر؟ وما كانت معاها. دارت واحد 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 الجريمه فيها ما يصلح. شدت البنت، شدت واحد القطيب يد العافيه، حماته مزيان
وشدت البنت ودارت ليها في المحالين ديالها، ودارت البنت وشاتو داك المكان اللي ما كانش يبقاو نقولوه لان بنت صغيره، وداك في المحالين ديالها خشات ليها القطيب من داخل. البنت غوتات مسكينة التعيات، لأن الجيران سمعوا القوات ديال البنت وهي تتسدى فمها، تعاودها وطلقتها وخلاها تهتم. البنت ولا عندها ورم، ماشي يا ربي استغفر الله، البنت ولا عندها جرح، جرح خطير من الجرحات، ولكن داك الجرح من برا ما يبانش، ولكن من الداخل راه كارثة بقطيب. والبنت مسكينه بقات تما واحد يومين ثلاث ايام، هما يديوها لعند واحد الطبيب. هذاك الطبيب كان راجل مزيان، واحد راجل ظريف، واحد راجل معقول، واحد راجل تيبغي المدينه كامله، وكان في سبيطار عمومي، وكان تنتقل مع الناس لديورهم وتيمشي لهنا لهنا، كلشي تيبغي، كلشي تيبغي داك الطبيب. داو ديك البنيه عنده وشافها، والطبيب قالت لي راه فيها السخانه وتتقيه، وشوف كي دايخه وشوف كي دادا. الطبيب قلب البنت وشافها من هنا كبير، ديري هاد البنت راها مهلوكه، راها مريضه بزاف، ولكن الطبيب ما كشفش على البنت مزيان باش يشوف شنو عندها بالضبط. تقبل دوك العائله باسكو تعرف راجلها وعنده علاقه والبنيه مريضه، وقال لي راه قال لي راه هضر معنا، قال لها دي هو راه هضر معنا راه دي بلاصمه، وقال لها ديو باش نجيبوه عندك. شاف ديك البنت خرج لها الدواء ودوها للدار. البنت زادت واحد يومين اخرى وهي تموت، ماتت البنت. علمو داك الطبيب، مشاو عنده، السلام عليكم، السلام، كذا كذا، قال لها سيدي البنيه ماتت. واه قال البنيه ماتت. جا مسكين معاهم وشاف البنت، طاف شاف، شاف واش حيه ولا ميته، شاف البنت وعطاهم شهاده بانها ماتت، شهاده الوفاه باش يدفنوها، وداوها دفنوها. حتى دفنوا البنت وهي تعيط لراجلها. عيطت ليهم، ها عيطت ليه، قالت ليه لاباس، قالت نعيطوا لك ما جاوبتينا، نعيطوا لك في التليفون، انت ما تجاوبش، قال عندك خدام راه تعرفي الخدمه، ما تجاوبناش، راه البنيه مرضت ومات لينا، راه ماتت. قال لها كيفاش؟ قالت لي البنت ماتت، راه دفناها غير اليوم، هنا ما نعيطوا عليك وكذا وكذا وكذا. الراجل جا من الديبلاسما، علم في الديبلاسما على الخدمه ديالو، جا تيجري، اش وقع؟ البنت ماتت، ها انت هاد الدواء اللي مخرج ليها، ها انت دينا شدتها السخانه، شدتها كذا وشدتها كذا وشدتها كذا، هاد الدواء اللي خرج ليها. شكون اللي خرج جات؟ الطبيب صاحبك اللي في السبيطار الحاج. ياه مشى عندك الطبيب، قال لي خويا بنتي اش عندها؟ قال لي ودي عندها سخانه، خرج ليها الدواء، والبنت مريضه بزاف ومهلوكه في واحد الحاله، خرج ليها كذا كذا، وطلبت لهم شي تحليلات باقي ما جاوبهمش ليا، طلبت لهم التحليله ديال هادي وديال هادي وديال هادي، ما جاوبهمش شي، حتى علموني لا غد بان البنت ماتت، ومشيت طليت عليها لقيتها ماتت. وباش ماتت؟ البنت كانت مريضه، انا شتها ناسي، ما يمكنش انت خليتها صحيحه. هو مشى عند وكيل الملك، قال له سيدي انا بلا بشرى، انا سيدي بلا بشرى، هاد بنتي هادي ما خبرونيش بالمرض ديالها، ما خبرونيش بالموت ديالها، ما خبروني تدفنوها، تدفنوها، انا بغيت بنتي نعرف شنو عندها، بغيت لي اكزيماسيون دو كور الفرونسي، استخراج جثه، تخرج بنتي وعاودي تقلبوها وعاود يشوفها الطبيب، الطبيب الشرعي يقلبها ويشوف كذا كذا، انا لا اله الا الله وكذا وكذا وكذا. وكيل الملك شاف الطلب ديالو، الطلب ديالو عنده حق، عطى تعليمات مكتوبه باش تخرج البنت من القبر ويعاودوا يجيبوها ويعاودوا ليها لوطوبسي. البنت جابوها داروا لوطوبسي، تيشوفوا البنت داكشي عندها مهلوك، تيشوفوا البنت مسكينه واكلاها مزيان، بينو دوك الجروح باينه، داروا تقرير عطاهم الوكيل الملك بان هاد البنت مقتوله. عاد باش مقتوله؟ باش مقتوله، اي ان هاد الشيء قاص ليها حتى الدخل ديالها، وبان داك المحرم ديالها راه اشنو فيه واشنو فيه الدخل واشنو فيه اشنو فيه بينو كل شيء. هنا دخلت الشرطه القضائيه تعليمات ديال السيد الوكيل الملك، باش جابوا الناس وبدا البحث. بدا البحث مسكين مع الطبيب، لما جا الطبيب تيقول جابوا لي واحد النهار قلبتها من هنا لهنا، قلبتها من هنا، واش قلبتي ديك الجهه؟ واش حيدتي البنت التبان ديالها والسليب ديالها؟ لا، قلبتها من هنا وثلاثه وصدرها بالقبا والسخانه وكذا. واش من ماتت البنت؟
مشيتي عندهم للدار شفتي البنت واش عريتيها كامله واش قلبتي ديك الجهه؟ قال لي لا تما تاكدت من الوفاه ولا مسكين ذاك الطبيب ولا طرف في القضيه. ها وحده جابوا ديك الام وجابوا البنت بنتها الصغيره وجابوا امها جابوا يا ربي الزوجه امها والبنت الصغيره وبقاو تيبحثوا بهم كل واحد بوحدو كيفاش مرض كيفاش كذا كيفاش كذا كيفاش كذا. البنت بنتهم الصغيره وصاوها ولكن ما وصاوهاش مزيان والبنت الصغيره تدخل وتخرج في الهضره ولكن وضحت للبوليس بانه كان هناك عنف دارتهم هذيك الدريه وانها قد تتغوت وتقول كانت تسد عليها في البيت هي وجدها سد عليها في البيت وهي كانت خارجه برا كانت تطفض ومن كثر البنت تتغوت بزاف طلعت للسطح. رجعوا للجيران مشاو عند الجيران تيقولوا في ذاك النهار سمعنا الغوات بزاف ديال الدريه واحد الوقت سكتات الجيران تيقول سمعنا الغوات ديال الدريه واحد الوقت سكتات ولكن من دقينا خرجت برا كبيره قالت لها واحد الجاره مال هاد البنيه قالت لها اختي انت تشوفي بوها ما كانش شوفي اش دايره لينا بالغوات وكذا 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 الله يرحم باقي خلينا وما خلاتهاش تدخل ما دخلتهاش عندها شكات بها بان البنت هي تدير لك شي بالعاني وتقول شوف اش تدير لينا سدت الباب الجاره تصدت ولا تقول سمعنا الغوات سمعنا البنت تتخوت ذاك الغوات ديال تتهلك. جابوا المرقة تيبحثوا معاها وقالوا لها تخيلي واش هاد العمل درتي انت ولا امك ولا بنتك الصغيرة هاد المرهوشة اللي عندها دابا 15 عام شكون اللي فيكم دارها؟ هادي عملية دارت والبنت قتلت والبنت كاين شي أداة حادة دخلتوها ليها الداخل باش دير مسكينة هاد المصيبة هادي قولوا شنو شكون فيكم؟ المرأة طرفت قالت لهم بعد أمي وبعد بنتي أنا اللي درت شنو درتي؟ قولي شنو درتي؟ دابا اللي عطى الله عطاه البنت قالت لهم بحياتها وداك الشيء المشاكل اللي عندها مع الراجل وحياتها خسرات لها مع ديك البنت وكذا 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 وما شعراتش وكذا وقالت سخنت واحد القطيب وشديت لها رجليها حليتهم لها ودخلت القطيب فيها وتتقول امي ما كانتش معايا لكن الى جينا نبحثوا بان براءه امها الدريه بغا يكون القطيب سخون الدريه خصها اللي يعاون عليها اللي يشدها ما يمكنش وحده دير هذاك الشيء خص اللي يشد معاها باش ما تركل شيء باش كذا بكذا لان داروا داك الشيء ما قاصوش ليها في خاطها ولا شي حاجه مشاو للداخل وخرجوه دخلوا للداخل وخرجوه في المحرم ديالها باش ما غيبانش يمسحوا لك الدم ما غيبانش للداخل خص اللي يكون معاها هي الكرات قالت ما كانتش معايا ولكن ما كانت في الدار الا ما كانتش معاك سديتي البيت غتبقى تقول لامها راح تلقي البنت اش تدير ليها الحراميه ما قالت لكم لا كانت تتعود الدريه بوحدها وكذا 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 ولكن في الاخر الام اعترفت وقالت دخلت البيت هي دخلت هي وياها البيت سدات عليها وكنت ندق عليها تقول لها مالك وخرجت هذه قالت لي صافي صرت عليا ودارت لي ودارت لي فعلت لي الام برأت نفسها بهذه الطريقه ديال ما كانتش على عين بان دخلت باش دير لك العمليه الداخل والبنت تقول انا سمعت الغوات ديال البنت طلعت للسطح عطاوها المؤبد عطاوها المؤبد وتبتوا على امها بان كانت شريكه ديالها وان عاونتها وعطاوها 20 عام وبنتهم الصغيره قاصره ما عندها ما دير ما حكموش عليها ومشد ديك البنيه مسكينه ضحيه. شنو استفدنا من هذا الشيء؟ هذا بزاف الناس طلقوا وداو معاهم ولادهم اما امراه اما راجل كاين شي مره تطلق وتدي معها ولد ولا جوج تتعاود تزوج تتبدا حاضيه مع دوك الدراري من داك الراجل بالراجل اللي تتزوج به حاضيه معاه ما تتخليهمش تكيفوا معاه ويعتبرهم ولادو وزيدوا لا تتبقى حاضناهم وخا هو راجلها جديد راجل جديد تتبقى عطيهم وقت اكثر من داك الراجل وشدهم اكثر من داك الراجل وتشكر فيهم ليه وما تبغيهم يقيسهم ما تبغيهمش يمسهم ولا قاش شي واحد فيهم طرشو تلقى هي تبكي بزاف. شوف هذا السيد هذا مسكين جاب بنت طلق امها وجابها ومشى عند العائله ديالو ودام زعما عيطو تخاصمهم على بنته وجاب البنت وتزوجها بهذ المراه وتزوجها وبقى حاضر ديك البنت ولا بغى يطلق من ديك البنت درتو ليها فعلتو لها
هذا درس ياخذ بعين الاعتبار. شوف على فكره عنده اشات بنته يدخل يدير مع لونكير حتى تقول هي كانت تيجي قال لك من الخدمه تيخرجها برا، علاش يخرجها يدي هذه الزنقه وتبقى يهضر معها ويجي فين ما يجي خرج بنته برا، اجي يهضر معك خرجي يبقى يهضر معها برا، عاد تيخرج يقول للمراه علاش انت مشيتي عطيتي لبنتك ودرتي يومين خص البنت تعطيه كونتروندي، يومين البنت خصها تعطيه تقرير يومي ديال اش دارت مع دوك الناس ما دارت مع دوك الناس، والبنت بديك الدلعه ديالها وداك الشيء ولا حتى هي تزيد فيه شي شويه، تكذب شويه من هنا تكذب شويه من هنا تكذب شويه من هنا، هذاك السيد هو اللي خلق هذا المشكل، هو الاول خلق هذا المشكل، عوج ديك البنيه مسكينه مشات الضحيه، وديك خيتي ما كانش تكون تمشي مع الجريمه مثلا الحد، لان امه عندها بنت وتقيس ودير ديك البنت ديك الفعله الخايبه خايبه 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 واللي هي فيها الالام، فيها الالم، لان هذيك الجي عطاها لنا الله، راه راجل لا راجل ديك الجي تيسخف تيطيح، والمراه تقاس تما الروح ديالنا هذيك تما، تيقول الروح ديالنا كاينه تما، ضربوا الروح ديالو، تيقول الناس اللي هما في الباديه وداك الشيء قاسوا في الروح ديالو، شد ديك البنيه وشوف الطريقه كيفاش قتلتها، دوزت مسكينه يومين ماشي ما كملتش ثلاث ايام ديال العذاب وديال المرض ومشات عند الله. افكار العوجه اش تدير والعناد وشد لي نطلق ليك وهاك هاك كذا ما كذا، والشك والعناد قضيه سبت واحد الجريمه كبيره كبيره كبيره. غنعاود لكم في الحلقه الجايه، الحلقه الجايه غنعاود لكم هذا الشك والعناد، الشك ديال الرجل وديك العناد ديال المراه اش دار، دار واحد الجريمه، جريمه القتل بشعه، غتشوفوها في الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.